أعزائي المشاهدين، مساء الخير عليكم. ولسه مكملين معاكم فقراتنا في برنامجكم الكلام في ملعبنا. هنتكلم في حلقتنا النهارده عن مهرجان دور الأكاديميات اللي انطلق في فبراير الفائت، واللي بيشرف على تنظيمه الاتحاد المصري لكرة القدم، واللي بيشمل منطقتين الجيزة والقاهرة. عشان كده ضيوف حلقتنا النهارده هو الكابتن حسين شطة، المدير الفني لأكاديمية بتروسبورت وبعض نجوم الأكاديمية. أهلا وسهلا كابتن حسين. أهلا وسهلا بيك. نورتنا النهارده في برنامج الكلام في ربنا ملعبنا. يخليك بنورك. أهلا وسهلا كباتن. نورتنا النهارده كابتن محمد، انت وكابتن فارس والكابتن بلال طبعا. اهلا بيك كابتن اسلام. في بدايه حلقتنا يا كابتن محمد، حابين نعرف منك ايه اكتر شيء مميز في برنامج اكاديميه بتروسبورت لاعداد وانشاء الاشبال؟ والله يا اسلام، احنا طبعا البدايه ان احنا بنرحب ان احنا موجودين مع حضرتك الاول في الحلقه. ربنا يخليك كابتن حسين، انا اسعد. يعني النهارده بقى في حاجه اسمها اكاديميه. تمام. الاول ما كانش في اكاديميات خالص بتتعمل للاعيبه الكوره. بالظبط. كان اللاعب بيبقى عنده مثلا موهبه ولا حاجه، فدلوقتي طورنا الحته بتاعت الاكاديميات دي في مصر، اشتغلنا عليها كويس، بدانا نعمل اكاديميات نعلم الولد مثلا لو في حاجه ناقصاه مثلا احنا بنعلمها له، طبعا بدنيا تكتيكيا مثلا في حاجات كده في الملعب مثلا هو الولد ما بقاش عارفها مثلا. هي الحاجات دي كلها بنجمعها عن طريق الاكاديميه. حته الشغل بتاع الاكاديميه اللي احنا مثلا بنبني مثلا لعيب ان احنا مثلا نطلعه نوديه حته كويسه، ايا كان بقى الولد صغير او كبير مثلا ولا حاجه، فبنشتغل عليهم في الحته دي. وفي بعض من اللعيبه مميزين جدا معانا، مش مثلا محمد ولا بلال ولا فارس اللي متواجدين النهارده بس. انا شفت ده كابتن فعلا لما نزلت صورت مع حضرتك التقرير. بالظبط. في ولاد كتير كويسه جدا في الاكاديميه، خصوصا الاشبال الصغيره. الاشبال الصغيره طبعا في مجموعه منهم كويسه جدا. بالزبط. مصطفى، عمر، علي، ادهم، في ولاد كويسين جدا. عشان بس ما انساش حد، حته ان احنا بننمي فيهم الحته اسلام اللي هو كل لعيب ناقصه ايه بنحاول احنا نكملها له كمدير فني، يعني كابتن حسين ايا كان. بالظبط. بنحاول نكمل الحته اللي هي ناقصه دي لحد ما بنطلعه مثلا في الاخر ربنا بيكرمه مثلا بيروح حته كويسه ان شاء الله. يعني يا ترى يا كابتن حسين، طريقه التمارين بتكون مختلفه شويه بين الاشبال الصغيرين والاشبال الكبار، وبتكون مدتها قد ايه مثلا في الاسبوع؟ هو احنا شغالين يومين تمرين والتالت بيبقى ماتش. طبعا الولد يعني الصغير في الاسبوع تمرين. يوم التمرين كام ساعه يا كابتن؟ بنشتغل ساعتين. ساعتين يعني اليوم بتاع التمرين بيبقى ساعتين. حته الولد الصغير طبعا مش هياخد الشغل اللي الولد الكبير مثلا بياخده، حته الجري البدني القوه السرعه الحاجات دي كلها طبعا الولد الصغير هيختلف عن الكبير. الصغير يعني بيتحمل مثلا 7 دقائق جري، مثلا 10 دقائق جري، بعد كده بتشغله شغل تاكتيك ان هو مثلا ولد صغير شويه بيبص ازاي، بتاهله بيتحرك ازاي في الملعب، بتحاول توقفه مثلا في الحته دي ان هو برده لسه صغير شويه، ف امتى يشوط امتى يباصي، ده كله شغل مثلا مع الولد الصغير عكس الكبير. الكبير مثلا هو عارف يتحرك ازاي، بيشوط امتى بيباصي امتى، حتى لو جريته مثلا بياخد مده اطول طبعا، يعني ممكن مثلا ربع ساعه بدايه التمرين بيجري مثلا ربع ساعه عكس الولد الصغير. الكبير مثلا ممكن تعمل له شغل مثلا قوه وسرعه الصغير مش هينفع يعملها، بيشتغل مثلا حاجات على الجون برده غير الصغير. فالفرق بين الوسط والكبير والصغير طبعا حته ان انت مش هتدي مثلا ولد صغير مجهود زي مثلا ولد كبير. فكل مثلا سن بيبقى ليه تعامل خاص، يعني الصغير مثلا ليه تعامل، الكبير ليه تعامل، حتى في الملعب. حتى في الماتشات، مش في تمرين بس، حتى في الماتشات برضه. يعني بس بتبقى برضه مده الساعات ساعتين برضه الاثنين هي ساعتين. ساعتين. يعني صغير او كبير هي ساعتين. بس ليه؟ بتفرق بقى ايه في نوع التمرين. بالظبط. شغل التكتيك اللي انت بتعمله في التمرين، ان الساعتين بيبقوا كفايه كويسه للولد ايا كان بقى صغير او كبير. ان انت مثلا بتقلل عن كده الولد برضه بيبقى بدني وحش شويه. لو زودت عن كده ممكن يقع منك، ممكن يتصاب، ممكن فانت بتشتغل حته الساعتين دول بتبقى مثلا ساعة كلها مثلا بتحاول ان هو ما يتعرضش لأي إصابة. بالظبط كده. ساعة بتشتغلها مثلا بدني، يعني جري مثلا بإطالات، تسخين كويس، بنعمل شوية حواجز. ساعة تانية مثلا بتشتغلها شغل تكتيك. اللي بيحصل في الماتش، بيقف ازاي، بيتحرك ازاي، بيشوط ازاي، اللي هي الساعة التانية. فده وقت كفاية لينا اللي هو الساعتين يعني. أكيد. طب هنروح بقى إيه لكباتن أكاديمية بتروسبورت. حابين نسألكم كابتن محمد، اتعلمت ايه في اكاديميه بتروسبورت من وقت ما التحقت بيها؟ طبعا اتعلمنا حاجات كتير طبعا، وبنشكر كابتن حسين علمنا كل حاجه بنعملها في الملعب، نحترم المنافس ونخاف على بعض في الملعب وما نخافش من اي لعيب قصادنا، وبننزل نلعب على المكسب. طب بره الملعب؟
ملعب بقى الملعب رحنا كلنا واحد، بنخاف على بعض جوه الملعب وبره الملعب، وبنحترم الاحترام اول حاجه جوه الملعب وبره الملعب وكلنا واحد. شكرا كابتن محمد. كابتن فارس، حابين نعرف منك اتعلمت ايه في اكاديميه بطرس بورت؟ اتعلمت بره الملعب وجوه الملعب. اتعلمت حاجات كتير زي الروح الرياضيه، ازاي نستقبل خصمنا بشكل جيد وممتاز، احترم الخصم اللي قدامي، وبره الملعب برضك النفس واحده الروح واحده، نحترم اللي قدامنا برضك وروح رياضيه. كابتن بلال، اهلا كابتن. اتعلمت ايه في اكاديميه بطرس بورت؟ اتعلمت حاجات كتير الحمد لله، وان ازاي احترم الخصم اللي قدامي والعب قدامه مهما كان هو اكبر مني، وتعلمت الروح الرياضيه بره الملعب وجوه الملعب، والحمد لله يعني احنا كلنا واحد في الملعب، مهما كان الخصم اللي قدامي اصغر مني او اكبر مني لازم احترمه، وتعلمت حاجات كتير طبعا زي الروح الرياضيه اللي تبقى بره الملعب وجوه الملعب. يعني شايفين ان في تطور من ساعه ما التحقتوا بالاكاديميه؟ طبعا كابتن حسين ما شاء الله، احنا كان عندنا عيوب، وكابتن حسين فضل يشتغل علينا لحد ما العيوب دي الحمد لله اتصلحت. بقالك قد ايه بتلعب في اكاديميه بطرس بورت يا كابتن بلال؟ بقالي سنتين. سنتين. والكابتن محمد؟ 3 سنين. كابتن فارس؟ سنتين. سنتين. تمام يا كابتن، هنروح طبعا نشوف تقريركم اللي صورناه في اكاديميه بطرس بورت ونرجع لكم تاني، استنونا. النور الاسلام، حابين نعرف منك يا كابتن حسين ايه اهداف الاكاديميه؟ هو دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم احنا شغالين دلوقتي على ان احنا هدفنا كله نطلع مثلا ولد او ولدين مثلا بنوديهم نادي. شغلنا كله طبعا في لعيبه كويسه جدا في الاكاديميات، بس في ناس طبعا ما بتنزلش هنا تبص عليهم. حته ان احنا كمان شغالين تماريننا يومين في الاسبوع والثالث بيبقى ماتش، بحيث ان الولد دلوقتي في فتره دراسه حضرتك بتبقى عارف التمارين بتبقى قليله شويه. بنحاول ندعم السنه الجايه نعمل لهم اسم نادي، واخد لهم اسم نادي شغالين بيه، وان شاء الله مثلا نعمل لهم حاجه كويسه السنه الجايه ان شاء الله. يعني في برنامج معين يا كابتن حسين ماشي عليه اكاديميه؟ زي ما قلت لحضرتك الحته بتاعت اللي هو تمرينتين في الاسبوع، وبنعمل لهم الثالث ماتش. احنا دلوقتي شغالين دوري اكاديميات، ده الموسم الثالث، نجح بشكل كبير جدا، في لعيبه كويسه جدا قوي في الدوري ده، بس زي ما قلت لحضرتك برده في ناس ما بتتفرجش عليهم. بس هو هدفنا احنا ان احنا نطلع مثلا ولد او ولدين من الفرقه كلها، حتى مثلا ان ربنا بيكرمه بروح حته كويسه ممتاز به ايا كان على حسب السن بتاعه. يعني ايه افضل نتيجه يا كابتن حققتها الاكاديميه في الفتره الاخيره بالنسبه للفوز على بعض الفرق الكبيره؟ هو احنا معانا الزمالك، الاسماعيلي، معانا برضو فرق كويسه تانية. احنا كسبنا الزمالك، كسبنا الاسماعيلي، الاولاد كانوا كويسين جدا ساعتها. النتائج 2-0 ماتش الزمالك، 2-0 ماتش الاسماعيلي، 4-1 ماتش الاسماعيلي خلص 4-1 لاكاديميه بطرس بورت. طب يا كابتن حسين بتتعامل ازاي مع المشتركين الجدد اللي حابين يتقدموا في اكاديميه بطرس بورت واللعيبه بتاعتك عموما؟ والله يا اسلام، هو احنا عندنا يعني اللعيبه كلها واحد، الناس القديمه اللعيب الجديد اللي بيجي عليهم بيخش يعني في وقت قليل، تحس ان هو مثلا معاهم شغال من اول الموسم، حته ان احنا يعني واحد كلنا، ما فيش لعيب جديد ولعيب قديم. الناس الجداد ممكن لما بيجوا كمان بيشوفوا الوضع بتاع الاكاديميه بيحبوا الموقف، بيحبوا يجوا، بيسمعوا مثلا عن التمارين، عن الماتشات، فتلاقي الجديد حتى بيبقى جاي متحمس، بيبقى عايز يخش في وسط اللعيبه. تمام يا كابتن حسين. يا ترى في شروط معينه للالتحاق باكاديميه بطرس بورت يا كابتن حسين؟ والله لا. معين مثلا؟
لا هو مش حكايه سن معين، هي الفكره كلها ان احنا زي ما قلت لك بنعمل تيم للموسم الجديد. هاخد اسم نادي ان شاء الله السنه الجايه، المجموعه كبار والوسط كلهم هيلعبوا 11 السنه الجايه، ان السن بتاعهم ما بيلعبوش دلوقتي خماسي. الدوري ده تاهيل بس اللي هم السنه الجايه يلعبوا 11. الولاد الصغيره زي ما حضرتك عارف الملعب بتاعهم بيبقى 5 وجون، فممكن انت بتطلع ولد في الدوري ده او ولدين مثلا بيروح حته كويسه، انما الكبار كلهم السنه الجايه او الوسط السنه الجايه ان شاء الله يبقوا في ال 11 ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن حسين، كل التوفيق طبعا لاكاديميه. ربنا يخليك يا كابتن اسلام، يا رب يا رب دايما ان شاء الله. رجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم، وده كان بعض تقرير اللي نزلنا صورناه في اكاديميه بتروسبورت. كابتن حسين، حابين نعرف منك، عندك لعيبه ممكن تلعب قريب في الدوري الممتاز الف او ب ان شاء الله؟ اكيد طبعا، بس لو قلت لك على لعيب لعيب تاني هيزعل مني طبعا. هم اكتريتهم بسم الله ما شاء الله عليهم، يعني فيهم يعني ممكن 80% 80% يلعبوا مثلا 80% ممكن نشوفهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله كويسين جدا، ان هم بس مساله وقت. زي ما قلت لك الحته بتاعه ال 11 السنه الجايه هتفرق معاهم جدا. المجموعه اللي هي الوسط وكبار، يعني زي ما احنا شغالين يا اسلام، وطبعا بنتعب وبنجتهد لحد ما كل واحد ان شاء الله ربنا يكرمه كده، ايه يعني اللي هو بيحققه ان شاء الله كده هيلاقيه ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، نتمنى لهم طبعا كل التوفيق. طبعا ان شاء الله. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه كمان، الحته بتاعه الاكاديميه مش قصه مثلا ان احنا مثلا كلنا بنشتغل مثلا عشان الفلوس ولا حاجه، لا بجد اسلام، هي الفكره كلها بتاعه الاكاديميات ان انت مثلا بتعمل توليفه جميله بين الولاد ايا كان صغير او كبير، وكمان مع اولياء الامور. اولياء الامور كمان بيساعدنا على الحته دي، ان الولي امر طبعا بيبقى مثلا سبورت معاك في حته ان احنا مثلا بنخلي الولد ملتزم شويه، طبعا بعيد عن الشارع اكيد الكوره بقى بتلهيه شويه عن الشارع. بالظبط. بالظبط، فحته ان احنا بنحاول نوصلهم لحاجه كويسه لهم هم، يعني احنا ممكن نضغط عليهم شويه، ممكن البيت يضغط عليهم، انا اضغط عليهم شويه، بس في مصلحتهم هم، حته ان احنا عايزينه بكره وبعده يبقى لعيب. طبعا في امثال كتير في الكوره طبعا، يعني كابتن محمد صلاح، كابتن محمد ابو تريكه، في ناس كتير جدا طبعا احترامها واخلاقها خلاها كملت. بالظبط، كابتن محمد صلاح كان بيلعب دوري اكاديميات. بالظبط، كان بيلعب دوري اكاديميات، وربنا كرمه واشتغل على نفسه كتير جدا طبعا، واجتهد كتير كتير جدا طبعا لحد ما ربنا كرمه. يعني هي الفكره كلها ان انت لما بتجتهد وبتتعب ربنا بيكرمك. فهم الرساله اللي انا عايز اوصلها لهم ان هم طول ما هم شغالين خليها على ربنا، يعني اجتهد واتعب واعمل اللي عليك، هي هتجيلك الفرصه، هتجيلك مره واحده ان شاء الله. طب نروح نشوف بقى التقرير ونرجع تاني. طيب ماشي يا ماشي، نروح نشوف بقى التقرير بتاع اكاديميه بتروسبورت ونرجع لكم تاني. اسمك ايه؟ مصطفى. نفسك تلعب في نادي ايه يا مصطفى؟ الاهلي. بتشجع نادي الاهلي يا مصطفى؟ اتعلمت ايه في الاكاديميه؟ ان انا مرقص الحال وهعرف اشوط كويس ازاي. تعرف تمرس كويس؟ مين مثلك الاعلى في اللعيبه يا مصطفى؟ ايه؟ مين مثلك الاعلى في اللعيبه؟ بتحب مين في اللعيبه؟ ادم علي. ايه ده، مش بتحب محمد صلاح؟ لا بحب. طيب يبقى مين مثلك الاعلى؟ محمد صلاح وميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار. اسمك ايه؟ علي. نفسك تلعب في نادي يا علي؟ نادي برشلونه. نادي برشلونه مره واحده. طب بتشجع مين في الدوري المصري؟ ايه؟ بتشجع مين في الدوري المصري؟ الاهلي. النادي الاهلي. اتعلمت ايه في الاكاديميه؟ ان انا اتعلمت ان انا اكون حريف واشوط ازاي ومرش الناس وكده. برضو؟ مش عارف. اسمك ايه يا كابتن؟ ادهم. بتشجع نادي مين يا ادهم؟ الزمالك. نادي الزمالك؟ نفسك تلعب بنادي ايه؟ الزمالك. برضه؟ مين مثلك الاعلى في الكوره يا ادم؟ فان دايك. فان دايك؟ اشوفك يا ادم. اسم حضرتك ايه يا كابتن؟ محمود. بتشجع نادي مين يا محمود في الدوري المصري؟ الاهلي. نفسك تلعب في نادي ايه يا محمود؟ انبي. نادي انبي؟ مين مثلك الاعلى في الكوره يا محمود؟ محمد صلاح. اتعلمت ايه هنا في الاكاديميه من ساعتها؟ اتعلمت حاجات كتير. زي المنافس، اقف قدامه من غير ما اخاف، العب قدامه وانا زيه، ندي ند، العب قدامه وانا مش خايف من اي حاجه،
انزل اكسب، العب على المكسب، العب بكل رجوله، لحد المدرب بتاعي بيكلمني باكني لعيب كبير، وبلعب بكل ثقه. لو حابب تقول كلمه لكابتن حسين تقول له ايه؟ قول له اشكرك على اللي انت بتعمله معانا. شكرا. اسمك ايه يا كابتن؟ محمد. تشجع نادي يا كابتن محمد؟ الاهلي. نفسك تلعب في نادي يا كابتن؟ ليفربول. اتعلمت ايه هنا في الاكاديميه؟ اولا الروح الرياضيه، ما اخافش من المنافس اللي قدامي، والعب على المكسب على طول، واهم حاجه عندي ان انا اكسب. الحمد لله يعني على كل حاجه. لو حابب تقول كلمه لكابتن حسين تقول له ايه؟ هو كابتن الله اكبر، يعني تمريناته حلوه وبيفيدك، ولغايه دلوقتي ده احسن مدرب اتدربته. ورجعنا لكم من جديد ولسه مكملين معاكم. طبعا كلنا شفنا التقرير اللي نزلنا صورناه في اكاديميه بيترسبورغ، طبعا منظر مشرف جدا لكل الاكاديميات. استاذ محمد صلاح منورنا النهارده في برنامج الكلام في ملعبنا. بما انكم مثل اعلى للاجبال الصغيره في اكاديميه بيترسبورغ، حابين نعرف منكم بتتعاملوا معاهم ازاي جوه الاكاديميه؟ احنا اولا بيبقوا اخواتنا الصغيرين، فهم اي حاجه مثلا بيبقوا عايزينها بيقولوا لنا عليها. ومثلا اي حد بيغلط بنعلمه احنا، عشان احنا مثلا احنا كباتن الفريق واحنا الكبار الموجودين، فاي حد بيغلط في اي حاجه بيقول يجي يقول لنا، واحنا بندخلهم كأن اخواتنا، فايه بنعلمهم ان هم ما يخافوش من اي حاجه، وبنعلمهم الغلط اللي بيعملوه. كابتن فارس. ما بنعلمهم الصح من الغلط. يعني لو انا مثلا احسن منه في حاجه اقول له عليها يبقى زي او احسن منه، ونبقى وكل والروح واحده. بما انك طبعا يعني قريب جدا منهم، من سنك قريب منهم يا كابتن فارس، بتعامل ازاي معاهم جوه الملعب وبره الملعب؟ انا زيهم. زيك زيهم. كابتن بلال. اولا طبعا اخواتنا الصغيرين ولازم نعلمهم كل حاجه، يعني اعلمه ازاي يلعب زي وعشان يبقى احسن مني طبعا. وهم اخواتنا الصغيرين مثلا لو غلط في الملعب ولا حاجه اقول له لا، واعلمه الصح من الغلط في الملعب، عشان وبرده بعلمه الروح الرياضيه عشان لما يكبر يحترم اللاعب الاكبر منه او اصغر منه بره الملعب او جوه الملعب. انا مبسوط جدا تشرفكم ليا النهارده. ربنا يخليك يا اسلام. ربنا يخليك يا اسلام. يا كابتن حسين، ايه شروط الالتحاق بالاكاديميه وعنوان الاكاديميه عشان لو حد من مشاهدينا الكرام حابب يعرف؟ احنا الاولاد عامه اي سن، شهادة ميلاد صورتين، صورة بطاقة بتاعت والده. تمام. المكان بتاعنا احنا في الفرع بتاعنا في فيصل، شارع الريحاني، ملعب اسمه ام اس. ام اس. ملعب اسمه ام اس. طبعا بنبقى داخلين دوري، طبعا بنعوز منهم الاوراق مثلا دي، بنعمل لهم كارنيهات. بنشتغل مثلا عليهم في حتة ان احنا بيلعبوا فرق مثلا تانية، فالاحتكاك عامة بيبقى كويس ليهم يعني. طب يا كابتن حسين، ايه اكبر انتصارات اكاديميه بيترسبورغ في دور الاكاديميات مؤخرا؟ اكبر انتصار هو كان عندهم ماتش الاسبوع اللي فات، اللي قبله كانوا بيلعبوا الزمالك. كسبوا 1-0. كسبوا 1-0. بعدها الاسماعيلي. الفريق الاول الاكاديميه يا كابتن. الفريق الاول بتاع الاكاديميه. الصغارين هم ثلاث اعمار يا اسلام، هو الدوري عاملينه ثلاث اعمار، كل سن ال 2009 و10 سن. تمام. ال 2006 و7 سن. سن. ال 2003 و4 و5 سن. عنا كسبت الزمالك الصغيرين 2-0. الوسط اتعادلت معاهم، الكبار كسبت بيهم 1-0. بعدها على طول الاسبوع اللي بعده كان عندي الاسماعيلي. يعني هم كانوا جايبين لي الزمالك والاسماعيلي بعدها على طول. الاسماعيلي برضو تعادلت الصغيرين، كسبت الوسط، كسبت الكبار، اكبر نتيجه اللي هي كانت 4-1، كسبت الاسماعيلي 4-1. كابتن محمد جمال طبعا. شايف فين كابتن محمد صلاح وكابتن فارس والكابتن بلال فين كمان سنتين يا كابتن؟ هم مش هيروحوا حته، هم هيقعدوا جنبي يعني. حتى لو روح حته واحنا يعني تمضيهم بقى عادي يا كابتن؟ لا طبعا. طبعا هم اي مكان هيروحوه طبعا عن طريق انا طبعا. اكيد طبعا. وهم عارفين كده، وحتى اولياء الامور عارفين كده، وهاخد مثلا منهم نسبه 80% كمان مش 50%. ده لو هم مش عاجبهم يعني. والله اسلام هم الحته بتاعتهم هم، ربنا يكرمهم. يعني مش عايز اقول لك ان الثلاثه مجتهدين جدا. المجموعه الثانيه عشان برضو ما انساهاش بتتعب وبتشتغل كويس جدا. بس محمد ممكن في ميزه كويسه جدا، بيشتغل على نفسه كتير، بيطور من نفسه جدا. محمد صلاح بيحب الحته بتاعت لو وراه حاجه مثلا بيسيبها عشان الكوره. فحته اللي بتعجبني فيه قوي في محمد، طموح، عنده حاجه عايز يوصل. ان شاء الله نشوف حاجه كبيره يعني. ان شاء الله. هو كمان محمد صلاح يعني، هو محمد صلاح على محمد كفايه الاسم. محمد صلاح طبعا. طب يا
كباتن اكاديميه بترو سبورت، لو هنلعب لعبه صراحه مع كابتن حسين هتقولوا له ايه؟ بس سريعا عشان وقت الحلقه خلاص. طبعا انا بحب اشكر كابتن حسين على اللي بيعمله معانا، وبشكر والدي ووالدتي ساعدوني كتير وبيساعدوني ان انا اكمل في الكوره، وكابتن حسين طبعا في الاول والاخر اخويا الكبير قبل ما يكون كابتني، وبيتعامل معانا كلنا واحد، وكل ماتش بنكسبه لينا جوائز ولينا مكافئات، هو بيعملنا حاجه خاصه باللاعبين وبيحترمنا كلنا وكلنا اخواته قبل ما يكون كابتن. كابتن فارس، اولا بشكر كابتن حسين وبشكر والدي ووالدتي، وكابتن حسين زي والدي الثاني بيعملنا زي اصحابه بالظبط يعني، واكننا اولاده. كابتن بلال، احب اشكر طبعا كابتن حسين اولا يعني لان هو اخويا الكبير قبل ما يكون كابتني، واشكره على كل اللي هو بيعمله معانا، وطبعا احب اشكر والدتي على اللي بتعمله معايا، والحمد لله. شكرا جدا ليكوا يا كباتن، شرفتونا النهارده بجد، وكابتن حسين شرفني جدا النهارده. وبكده اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، انتظرونا كل اسبوع يوم الاربعاء مساء الساعه 4 مساء. الى اللقاء.